بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب المغرب للفوتسال تحت 19 سنه اللي اخر حاجه كنا نقلناها عليه كان بطوله اذربيجان الوديه، قدر ان هو يفوز على منتخب التشيك النهارده 5-1. كان نفسي يبقى 9-1 بس للاسف كسب 5-1. بس منتخب المغرب للفوتسال تحت 19 سنه بيثبت تاني وتالت ورابع ان واحد من اعظم المشاريع اللي اتعملت في الرياضه المغربيه هي مشروع الفوتسال المغربي. ده طبعا بجانب مشروع وليد الركراكي رابع العالم والحاجات دي، ولكن انا بكلمك على مشروع عنده اساس واضح ومشروع قادر ان هو ينافس افريقيا وقادر ان هو يسيطر عربيا ويسيطر افريقيا. مش ينافس، لا هو نافس وسيطر افريقيا، وقدر كمان ان هو يروح للمحافل الدوليه وقدر ان هو ياخد بطولات وقدر ان هو يكون موجود في مباريات وديه كتير موجوده في اوروبا، سواء دورات في كرواتيا، دورات في اذربيجان، دورات في فيتنام. قدر ان هو يحضر كتيبه كبيره جدا من اللعيبه المغاربه، قدر ان هو يعمل منتخب رديف قوي، ودلوقتي الله اكبر عليه عنده منتخب 19 سنه قوي وبيقدر ان هو يعمل احتكاكات كبيره مع المدارس الاوروبيه. فاعتقد تاني وتالت ورابع ان دي واحده من افضل المشاريع اللي موجوده بالنسبه للاتحاد المغربي وبالنسبه لهشام الدكيك. بتتكلم على لججه وبتتكلم على الدكيك اللي لازم اديلهم ريسبكت لاي فيديو هعمله عن الفوتسال المغربي، لان الاثنين دول بعد ربنا سبحانه وتعالى هم اصحاب الفضل في كل اللي بيحصل ده بالنسبه للمنتخبات المغربيه. لان تاني وتالت ورابع هشام الدكيك تعلم من اخطاء الغير اللي وقعوا فيها بمجرد ما اجيال ما راحت منهم، ان منتخب المغرب قادر ان هو يتطور وقادر ان هو يبني قاعده ناشئين كويسه وقادر ان هو فعلا يكون عنده قاعده مواهب جيده. وفكره احتكاك منتخب 19 سنه بمنتخبات اوروبيه اعتقد ان دي حاجه مهمه جدا وحاجه مفيده جدا للمنتخب المغربي، رغم انهم ما بيخشوش بطولات الا بطولات وديه. هتقولي معلش مفيش افريقيا للشباب، والله موضوع افريقيا هو الاتحاد الافريقي مش عارف ينظم البطوله بتاع الكبار، فاكيد مفيش بطوله للصغار، ولكن انت بتحضر فرق وبتحضر مواهب للمغرب علشان خاطر تكمل شغل الفريق الاول وعشان خاطر تخليهم يشاركوا في اي بطولات عالميه واوروبيه واي جولات يكونوا موجودين فيها. المنتخب المغربي تحت 19 سنه فوز مستحق على منتخب التشيك حتى لو ما اتفرجناش على الماتش، لان تاني وتالت ورابع احنا عارفين المواهب اللي موجوده في المغرب عامله ازاي والكواليتي بتاعها عامله ازاي. مبروك لمدرب منتخب المغرب بتاع 19 سنه. اخر نسخه كانت عندي كان عادل السايح، وبعد كده عادل السايح تم ترقيته لمنتخب رديف. انا مش عارف مين المدرب الموجود، ولكن عاش على الشغل وعاش على الاستمراريه، والف مليون مبروك للمغرب كوادر جديده في عالم تدريب في الفوتسال وكمان لعيبه جديده، فدي حاجه فعلا تستحق الاحترام.